الهدف إن هو الأمل الوحيد لينا في مصر، هو البوابة الوحيدة لدخول العصر الحديث، هو البوابة الوحيدة حتى نضع أقدامنا في المشاركة في بناء الحضارة الإنسانية، هو البوابة الوحيدة التي يمكن ومتاحة، ومعنا رجل بقامة ومكانة أحمد زويل، هو الأمل الوحيد أن نهتم بما ينفع، هو الأمل الوحيد أن تزيح العقلية العلمية العقلية الخرافية، هو الأمل الوحيد. ولذلك وجب علينا جميعا أن نتماسك لتأييد هذا المشروع، ونحن نراهن على المصريين، لهم حساسية عالية حضارية وتاريخ عميق. مصر الخير بتجد أن مدينة زويل العلمية بتقع في صميم مجالات عمل مؤسسة مصر الخير، مصر الخير بتعمل في مجال البحث العلمي والتعليم، وبالتالي فهذا المشروع القومي نقلة نوعية لمصر، ومصر الخير بتدعمه بكافة أنواع الدعم. مصر الخير إن شاء الله بتدعم هذا المشروع ماليا ومعنويا وتسويقيا، وإحنا هنبقى شركاء في إنشاء هذا المشروع إن شاء الله. مصر الخير بتعتبر نفسها شريك داعم أساسي في هذا المشروع المستقبلي، وزي ما اتفقنا إن إحنا هذا مشروع البحث العلمي هو مشروع مصر المستقبل، ومصر الخير بخبرتها في الفترة السابقة لحشد جهود الإعلامية أو جهود الدعم المادي أو حتى المعنوي برعاية فضيلة المفتي بتوفر كل ده للمدينة زويل، وأعتقد إن إحنا هنخش برامج تفصيلية خاصة بكمان إمكانيات جمع تبرعات خصيصا لهذا المشروع في حساب مصر الخير، وحملة إعلامية مكثفة بالمناسبة أو بالمشاركة مع زملائنا أو شركائنا المهتمين بالبحث العلمي. ثم إحنا بنضع نفسنا تحت تصرف دكتور زويل ومجلس أمناء مجموعته الكرام، وإحنا نعرف تماما إن هم خير من خير العلماء. ما يطلبوه من دعم مننا إحنا مستعدين ليه بخبراتنا في السوق وبخبراتنا في التعامل في التنمية البشرية بشكل عام. البلد لا محتاجة الخناقات اللي شغالة، ولكن البلد محتاجة اللي يبني، وهو ده اللي يفيد البلد دلوقتي الحقيقة.